في سنة 2018 نزل الجزء الثاني من لعبة Red Dead Redemption، واللي بيحكي قصة أرثر مورغان، وتدور أحداث الجزء ده قبل أحداث الجزء الأول اللي كان من بطولة جون مارستن. الجزء ده بيركز على عصابة داتش والأحداث والحوارات اللي بتحصل ما بينهم، وبنشوف انسجام وترابط بين أفراد العصابة وبين بعض. بس عمرك فكرت إزاي الناس دي اتجمعت؟ وإيه سر الترابط الغريب ما بينهم؟ وليه اختاروا داتش بالذات يبقى هو الزعيم بتاعهم ويسمعوا كلامه؟ كل ده هنحكيه في فيديو النهاردة، بس ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب. ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ حابب أقول إني قررت أتكلم عن أهم الأعضاء في العصابة، لأن لو حاولت أتكلم عنهم كلهم الفيديو هيطول على الفاضي. لكن لو في شخصية أنت بتحبها وعايز تعرف تاريخها قول لي هو مين، وعامل فيديو قصير يحكي قصته وإزاي بقى واحد من العصابة. My mama was a slave until she was 15 years old, Arthur. I'll keep you safe, miss. You have my word. تيلي في الأول كانت بتشتغل مع مجموعة اسمهم فورمان. المجموعة دي خطفوا تيلي من أمها وهي صغيرة وشغلوها معاها. في يوم من الأيام واحد من أفراد العصابة دي بيحاول يعتدي على تيلي، ولكن تيلي بتقتله وبتهرب. تيلي بعدها راحت تدور على أمها، لكن للأسف اكتشفت إن والدتها ماتت. بعدها تيلي بتقابل داتش بالصدفة اللي بيتعاطف معاها وبيقرر يتبناها ويعلمها القراية والكتابة وضمها للعصابة بتاعته. Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. بعد نهاية أحداث القصة الرئيسية، تيلي بتقابل جون مارستن في سان دينيس، وبتقول له إنها اتجوزت راجل غني وعايشة معاه حياة سعيدة. وبعدها تيلي بتختفي وما بنشوفهاش تاني. Mary Beth. John. John, is it you? ماري في بدايتها كانت بتسرق محافظ وساعات، لحد ما في يوم اتمسكت وهي بتسرق. ساعتها عصابة داتش اتدخلوا وانقذوها، ومن ساعتها وهي بقت واحد منهم. بعد نهاية احداث اللعبة، جون بيقابل ماري وبتحكي له انها بقت كاتبة روايات رومانسية، وكمان بتدي له رواية من بتوعها كهدية، بتقدر كمان تفتح الرواية وتقراها. Find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah. كارين تعتبر من الشخصيات الغامضة في اللعبة، وده لأننا ما عندناش أي معلومة هي إزاي قابلت داتش وإزاي انضمت للعصابة. في نهاية اللعبة مش بناخد أي معلومة مؤكدة عن مصير كارين بعد تفكك العصابة. كل اللي نعرفه إن تيلي بتقول إنها ماتت بسبب الإفراط في الكحول، ودي كل المعلومات اللي وصلت لنا عنها. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. What do you know about Strawberry? I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I'm always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. أبيجال بتدخل العصابة بعد ما أنكل بيقدمها لداتش، وما عندناش أي معلومة هم اتقابلوا إزاي. لو ما تعرفش، فأبيجال قبل ما تتجوز جون دخلت في علاقات مع معظم أفراد العصابة تقريبا. الوحيد اللي ما دخلش معاه في علاقة هو أرثر مورغان. ميسيس جريمشو تعتبر واحدة من مؤسسين العصابة، انضمت للمجموعة بعد انضمام أرثر عشان تبقى هي العضو رقم 4 في العصابة. كانت على علاقة بداتش وبعدها بفترة انفصلوا، ولكن ده ما أثرش على كونها واحدة من أفراد المجموعة وفضلت موجودة معاهم. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin, so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. لما جيت ادور على القصة بتاعت انكل لقيت ان قصته مثيرة للاهتمام جدا، وبعد ما كنت بتعامل معاه لانه شخصية جانبية ملهاش لازمة، اكتشفت ان هو ممكن يكون بيملك قصة اقوى من اي حد تاني في الشخصيات الجانبية في اللعبة. فلو عايزين نحكي قصته في فيديو منفصل لوحده عرفوني في الكومنتات.
لين انضم لعصابة داتش وهو عنده 18 سنة، واللي عرفناه انه كان هربان من العدالة بعد ما قتل الراجل اللي قتل ابوه وهو عنده 15 سنة. في نهاية اللعبة بنشوف ليني بيموت بشكل مأساوي أثناء عملية سرقة بنك سان دينيس. Hey Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. قبل انضمامه للعصابة بيل كان فرد من أفراد الجيش، ولكن تم اعتقالته بسبب اتهامه في جريمة قتل. بعدها قرر انه يعمل كارير شيفت ويشتغل مع قطاع الطرق. في يوم بيل هيحاول يثبت واحد على الطريق، ولكن الشخص ده بيقدر يخدعه وبيكتف بيل، وطبعا مش محتاج اقول ان الشخص ده يبقى داتش. بعدها داتش بيقرر يضم بيل للعصابة. بعد نهاية احداث اللعبة بيل بيختفي، ولكن قصته بتفضل مكملة لاحداث الجزء الاول. في الجزء الاول ادجار روس هيخطف ابيجال وجاك ابن جون مارستون عشان يجبره انه يروح ويقبض على بيل ويسلمه للعدالة. بعدها بيل بيقدر انه يهرب عن المكسيك بمساعدة جابير اللي هنتكلم عنه كمان شوية. جون هيروح وراهم وهيقدر يقبض على بيل ويقتله بمساعدة رجالة المقاومة المحلية في المكسيك اللي ساعدوه في مهمته بعد ما جون ساعدهم في حربهم ضد الاحتلال. I don't know. Couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. Family local boogeyman, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. جافير وهو طفل هرب من المكسيك لأمريكا بعد ما شاف عائلته هم بيتقتلوا من جيوش الاحتلال. لما جافير وصل لأمريكا ما كانش بيعرف يتكلم انجليزي، وده تسبب في انه يعيش حياة من التشرد والجوع. في يوم جافير كان بيحاول يزرع اكل من المزرعة، وبالصدفة لقى داتش كان بيسرق من نفس المكان. داتش شاف حالته وصعب عليه وقرر ان هو يتبناه ويضمه للعصابة. They're gonna let a bunch of criminals go after what we done. We are not criminals. We are outlaws. There's a difference? Of course there is a goddamn difference, and when you figure out what that is, you'll know what the hell we're doing. بعد احداث اللعبة جافير بيرجع تاني على بلده المكسيك وبيكون عصابته الخاصة هناك. قصة جافير بتكمل معانا لاحداث الجزء الاول، وزي ما حكينا جافير ساعد بيل في الهرب من جون، ولكن جون بيمسكهم هما الاثنين. لاني صديق عمري المخلص. يا صاحبي ايه اللي جابك هنا؟ جاي اقتلك يا اصلي. يا صاحبي الشارع اللي علمنا كده، اخطف واجري. بعد ما جون بيخلص على بيل، اللعبه بتديك اختيار، يا اما تقتل جافير او تسلمه للعداله وهم يعدموه. ويليام ارثر، it ain't my business brother. No I know, but it is mine. Do it for me. Charles, I got I've saved your life. Do it for me. أثناء الحرب الشهيرة على السكان الأصليين، تشارلز سميث اضطرد هو وعيلته من أرضهم. فتشارلز قرر أن هو يهرب وينضم للخارجين عن القانون، وانضم لمجموعات كتير قبل داتش، ولكن كلهم كانوا بيعاملوه بعنصرية لحد ما قابل داتش وانضم لمجموعته اللي محدش فيهم أساء ليه، وكانوا بيعاملوه كأنه واحد منهم. بعد ما المجموعة بتنفصل في نهاية اللعبة، جون وانكل بيدوروا على تشارلز، وبيكتشفوا بالصدفة أن تشارلز بيشارك في عروض قتالية في سان دينيس. بعدها تشارلز بينضم لجون في المزرعة بتاعته. جون وتشارلز وسادي أدلر بيعرفوا مكان مايكا وداتش، فبيروحوا يقتلوه كانتقام للي عملوه في أرثر. بعدها تشارلز بيقرر ان هو يودع جون ويتكل على الله، ومن اللحظة دي ما نعرفش اي معلومات مؤكدة عن تشارلز. كل اللي وصل لنا ان هو ممكن يكون راح كندا علشان يكون اسرة وحياة جديدة هناك. في يوم داتش كان رايح يبيع البضاعة اللي المجموعة سرقتها في واحدة من العمليات، بس الموضوع مش بيمشي حسب الخطة وبيغدروا بداتش، وهنا بيظهر مايكا وبيساعد داتش ان هو يهرب. بعدها داتش بيتعرف عليه وبيضمه للعصابة. When I die, I just want to be buried with friends. Me too. With friends or with family. I don't think it matters more than that. في بداية حياته، وزيا كان بيشتغل كممثل مسرحي، وكان بيحلم ان هو يبقى كوميديان.
في يوم حوزية اتمسك وهو بيسرق فتحكم عليه بالإعدام، بس لحسن حظه ان الناس اعترضوا على الحكم. حصلت هوجة كبيرة وحوزية قدر يهرب. بعدها بفترة داتش قابل حوزية وتعرفوا على بعض وبقوا أصدقاء واشتغلوا مع بعض علشان حوزية يبقى هو العضو رقم 2 في المجموعة ومن مؤسسين العصابة. You know, the women and the children and John and his family. I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let them go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. داتش اتولد لأب أمريكي وأم إنجليزية. أبو داتش بيموت في الحرب الأهلية وداتش بيسيب البيت ويهرب وهو عنده 14 سنة. داتش كان طول عمره بيحلم بحياة الحرية وشايف ان الطريقة الوحيدة اللي ممكن توصله لده هو انه يبقى مجرم لا يخضع لأي قانون. We're not criminals. We are outlaws. There's a difference? Of course there is a goddamn difference, and when you figure out what that is, you'll know what the hell we're doing. داتش بعديها بيقابل صديقه عمره هوزيا وبتكون دي بداية عصابة داتش. You sound like Hosea. I miss. بعديها بفترة داتش وهوزيا بيقابلوا عيل صغير متشرد. الاتنين بيلاحظوا ان الولد ده ذكي وممكن ينفعهم في شغلهم، فبيقرروا انهم يتبنوه ويعلموه القراية والكتابة. الولد ده هو أرثر مورجان، وبتكون دي بداية قصة من أعظم القصص اللي عشناها. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رأيك في الكومنتات، وشكرا.